بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه حينما يسأل الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه عن تفسير هذه الآية، يقول: فلينظر الإنسان إلى علمه من أين يأخذه. لماذا أن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه يركز على قضية مهمة وهي انتهال العلم؟ الإنسان لابد ينظر، لابد يتأمل، لابد يعرف هذا العلم الذي تنتهله الروح والنفس، ما هو منهله، ما هو مشربه، ما هو مورده، لابد يعرف. ليش؟ يقول: لأننا في زمان، حتى في زمان الإمام الباقر وفي زمان الإمام الصادق، هو زمان انفتاح الإسلام على باقي الحضارات، تكثر فيه المدارس وتكثر فيه المعارف، وكل مدرسة تمثل منهج فكري معين، وهذه المدارس متناقضة تماما مع المدارس الأخرى، كل مدرسة فكرية متناقضة تماما مع المدرسة الفكرية الأخرى. لذلك نرى بأن الحر الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناصر الحسين كان يقود جيشا يمثل هذا الجيش المدرسة الفكرية لمن؟ لبني أمية. طبعا شاف هذه المدرسة الفكرية لبني أمية تتناقض تمام التناقض مع منهجية آل محمد التي تمثل الإسلام، شاف ذيك المدرسة الفكرية تتناقض تماما مع مبادئ الإسلام ومع مبادئ آل محمد، فحكم عقله وجعل التفكر هو الغالب على عقله، تأمل. لذلك وين مال؟ مال إلى جهة الحق ونصر الحق وأرباب الحق، نصر الإسلام رضوان الله تعالى عليه. أخواني، هذا الموقف يعطينا عبرة معينة. ما هي هذه العبرة؟ اليوم كثير منا يعتنق منهج معين بحسب ما أدت إليه الأدلة، يقول: أنا الدليل ألزمني بأن أتبع هذا المنهج المعين، ولنفرض أنه منهج سيد شهيد. كثير من الأشخاص الذين يأخذ الفتاوى منهم أو يأخذ الأحكام منهم أو يريد أن يحل مشكلة دينية قائمة عنده، وين يروح؟ يروح إلى أشخاص يعتنقون وينتهلون من موارد أخرى، مدارس أخرى، مدارس فكرية ومنهجية أخرى بعيدة عن الخط تماما، فيلقى هاي الأحكام وهذه الحلول تتناقض مع ما تبناه من أدلة ومن ثوابت ومن مبادئ، تماما تتناقض. فلذلك لابد أن نبحث بدقة عن المدارس الفكرية التي تلتقي مع منهجية آل محمد. مو أنا والله رجل هنا ورجل هنا، أنا أحاول أنه شنو أخلي مثلا قدمي هنا وقدمي هناك، هذا بحد ذاته بالواقع هذا مو صاحب مبدأ، هذا صاحب غرض معين، غرض دنيوي معين، هذا يبحث عن منفعة دنيوية معينة، هذا يبحث عن استفادة دنيوية معينة. زين،
وتذكروا كلام السيد القائد مقتدى الصدر حينما قال في لقاء أئمة الجمعة، قال: حبيبي أنت الأستاذ إذا ما مقتنع بي تحضر عدة دريس. ها، فإحنا اليوم كمتشرعة واليوم كأصحاب مبدأ وأصحاب ثوابت، شوف ثوابت الخط. شن ثوابت الخط؟ من أهم ثوابت الخط طبعا هو الثوابت التي جاء بها الدين الإسلامي الحق، العقيدة الحق لمنهجية آل محمد، معاداة أعداء الدين والتبري من أعداء الدين. اليوم أنت واقف بوقفة مليونية، مليونية وصلت الوقفة مالت من زين، ضد إسرائيل وضد الصهاينة وضد الذين تجبروا وطغوا. أكو إذاعة من الإذاعات التي تدعي أنها شيعية حاولت أنه شنو تنشر هاي الوقفة العظيمة التي فيها نصرة للإسلام ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يلتقون ويانا حبيبي؟ أكو فارق جوهري في داخل المذهب الواحد، فكيف بالمذاهب الأخرى؟ لذلك شنو التفتوا إلى هذه المسألة اللي يشير لها الإمام الصادق الإمام الباقر في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. شو فسرها؟ فلينظر الإنسان إلى علمه من أين يأخذه. وأمامكم أوضح مثال اللي هو الحر ابن يزيد الرياح انتهل من منهل صافي وعذب، وهو منهل الحسين ومدرسة الحسين الفكرية سلام الله تعالى عليهم، بعد أن ترك فسطاط النفاق وترك فسطاط الكفر والطغيان والفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهجية آل محمد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله.